الانطلاقات والتحديات. الشوط العاشر يستعد للانطلاق وبسم الله ينطلق هذا الشوط المخصص للقاية القعدان. أعداد لا بأس بها في هذا الشوط، 7 أسامي تشارك وتندفع في هذه اللحظات. المركز الأول الصدارة الآن مع النايل بشعار عبد الله بن بجاد الهاجري، هو من يتصدر هذا الشوط. المركز الثاني ننتقل الآن إلى شعار مفهوم وعبد الله بن خالد بن فتيب. المركز الثالث التسلل والتجاوز من عناد راشد بن هادي شهواني. المركز الرابع هناك الفايز سالم بن ناصر الحفيظ، وخامس المنطلقين معنا الآن شعار اللورد شعار العيدة ينطلق مع السيلاوي عبد الرحمن بن عبد الله العيدة. نرجع للنايل وانطلاقة النايل من ينال إعجاب الجميع حتى هذه اللحظات. في المركز الأول عبد الله بن بجاد الهاجري هو من يتصدر هذا الشوط العاشر. إذن 10 أشواط وباقي 11 شوطا فقط على ختام هذا السباق، أول سباق السن الكبير في جروب التحدي ينطلق في هذا اليوم. المركز الثاني عناد يصل راشد بن هادي الشهواني، لا يزال مع عناد في المركز الثاني. المركز الثالث هذا هو الفايز بشعار سالم بن ناصر الحفيظ. المركز الرابع شعار عبد الرحمن بن عبد الله العيدة مع السيلاوي. المركز الخامس مفهوم، وهذا الشعار خطير في هذا اليوم، أيضا أحرز نقطتين ويبحث عن الثالثة، والثالثة ليست ببعيد. ينطلق في المركز الخامس وانطلاقته مميزة وهو مفهوم. نعود إلى الصدارة، إلى النايل، إلى عبد الله بن بجاد الهادري، من لا يزال يتحكم بالمركز الأول وبالصدارة. نذكر بأفضل توقيت لهذا الصباح 4:35 بدون أي تعليمات، وأيضا بالفعل أيضا جاءت المعلومات من مالكها بأنها من سلالة الفايز بعير بن حثلين. وأيضا يا جماعة الخير اللي يبغي يوافينا بسلالة الهجن اللي سبقت في هذا اليوم، أيضا لا نمتنع من المعلومات في هذا الصباح، يعني نعطي الركض لذة شوي، نعطيه طعم، نعطيه حماس في هذا اليوم، نشر معلومات ونشر سلالات. المركز الثاني عناد راشد بن هادي الشهواني يتقدم الآن إلى الصدارة، إلى المركز الأول. الثالث السيلاوي عبد الرحمن بن عبد الله العيدة. الرابع سريعا الفايز سالم بن ناصر الحفيظ. الخامس مفهوم عبد الله بن خالد المثير. لكن نعود إلى عناد، إلى شعار عنيدة من انتزعت الشوط الذي مضى، وراشد بن هادي الشهواني يبحث عن النقطة الثانية على التوالي. أيضا شعارات تميزت في هذا الصباح، بدأ بها بن جرحب الموهوب وثناها بن سلامة، وأيضا انطلاق شعار الخاطر من انتزع نقطة، وشعار عبد الله بن خالد المثيب، وشعار راشد بن هادي الشهواني. والكل مطلوب اليوم أنه يحقق نقطة، أنه يخاشر الربع اللي فازوا في هذا الصباح. هذا هو الآن عناد راشد بن هادي الشهواني ينطلق الآن مع النايل. النايل وعناد عبد الله بن بجاد الهاجري في تنافس شريف في محك قوي، مع أيضا مع عناد، مع أبو هادي، مع راشد بن هادي الشهواني. عناد والنايل من سينتزع المركز الأول وبطاقة التأهيل هي المطمع لأشواط السيارات، للحديدة، للسيارة. الله يا سلام يا سلام عناد. انطلق الآن راشد بن هادي الشهواني ينقب على المركز الأول وينتزع المركز الأول الآن، ويباعد المسافة بن بجاد. يحاول مع النايل أن ينال المركز الأول عبد الله بن بجاد الهاجري، لكن عناد عاند، وما فيك حيلة يا راعي عناد، عاند الجميع. راشد بن هادي الشهواني ليذهب بسلام إلى أها
أهالي أيضا أهالي منطقة بني هاجر، سلامي عليك يا أبو هادي على هذا الأداء. النقطة الثانية على التوالي، المركز الثاني النايل للسيد عبد الله بن بجاد الهاجر، المركز الثالث السيلاوي عبد الرحمن بن عبد الله العيده. التوقيت الزمني 4:52 وبدون أي أجزاء من الثواني. تهانينا إذن لمالك عناد راشد بن هادي شهواني.